منذ الوهلة الأولى لاجتياح فيروس كوفيد 19 للبلاد، لم تدخر العتبة العباسية المقدسة جهدا في تقديم الدعم للجيش الأبيض من خلال ملاكاتها الهندسية والفنية الذين أبدعوا في إنشاء العديد من ردهات العزل للمصابين في عدد من المحافظات العراقية. لذا بادرت الأمانة العامة للعتبة المطهرة بإرسال وفد من منتسبيها لزيارة إخوانهم في المواقع التي يشيدونها ويعملون فيها. سبب الزيارة لهذه المستشفى الواقعة في حي البلديات هو تكريم العمال الموجودين في هذه المستشفى لمثابرتهم وعملهم الشاق في هذه المستشفى وجزاهم الله خير الجزاء، فجاء الوفد من العتبة العباسية لتكريم هؤلاء، وأسأل الله أن يبارك بهم بحق محمد وآل محمد. تقدم هذه الزيارة لأن الأمانة العامل لهذا الموقع دعم معنوي ونفسي للكادر الموجود هنا يعمل. كود الكادر بعيد عن أهله وسكنه، بحاجة لهذه المعنويات ويزيد من طاقته حتى ننجز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. حاليا وصلنا مرحلة إنجاز أكثر من 90%، إحنا مرحلة إنهاءات للأرضية اللي من الأبوكسي، انتهينا من هواي فقرات، فقرة الصبغ وفقرة السقوف الثانوية، وحاليا فقط ننهي السياج الخارجي والإيبوكسي وصبغ الواجهية إن شاء الله. الوفد الذي زار مستشفى ابن القف في العاصمة بغداد ومستشفى مدينة مرجان الطبية في محافظة بابل جاء لتقديم الشكر لما بذله إخوانهم من دعم للقطاع الصحي، إضافة إلى تقديم بعض الهدايا والتبريكات من مرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام التي ترفع من معنوياتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشونها. أصبحت مشاريع العتبة العباسية المقدسة في عموم المحافظات مثارا للجدل وللحديث بين الناس، لأنها تؤشر دائما إلى مبدأ تحويل الأفكار إلى واقع. ما أشارت إليه المرجعية حول مواجهة الوباء، قامت العتبة العباسية ببناء وحدات سميت بوحدات الحياة، ونحن اليوم في الوحدة الخامسة اللي هي الحياة 5 في مستشفى ابن القف في بغداد. بتوجيه من إدارة العتبة المقدسة الكريمة لبعض من الأقسام لزيارة ردهة الحياة 5 في بغداد لتقديم الدعم المعنوي والهدايا الرمزية للعاملين للكوادر الفنية العاملة من قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية والأقسام الفنية الأخرى، تثمينا لجهودهم العظيمة المبذولة في إنشاء هذه الردهة. ما تقدمه الملاكات الهندسية والفنية في العتبة المقدسة يستحق الثناء، وما قدمته لهم هذه الزيارة من دافع معنوي سيكون حافزا لهم في إنجاز مهمتهم وإنقاذ أبناء البلد من شر هذا الوباء.